معكم اليوم غادي نشارك معكم الغداء ديالي. غادي نقول لكم شنو باش غادي نخضر خضره شويه غريبه ما كنخضروش بها بزاف. اليوم غادي نوريها لكم. انا كتعجبني في الوقت ديالها كناكلوها بزاف، كنحاولوا نشريوها حيت هي راه عندها بالموسم، عندها الموسم ديالها ما كتكونش ديما، قليل اللي كيعرفها هاد الخضره. هادي القرنينه، احسن ما كاين القرنينه معروفه فاس، عند فاس معروفه القرنينه كيخضروا بها في وقتها، ديك القرنينه والقوق. القوق خلاص راه كلشي عارفه، ولكن القرنينه ما معروفاش بزاف بالنسبه قليل اللي كيعرفها. هاد الرويسات ديالها ها هما نوريكم، عاد نوريكم، خليت واحد جوج ريوس باش نوريكم كيفاش نقيوها كيفاش نقطعوها. هي هذه غادي ندير معاها دجاج، اللي بغاه واللي متوفر له اللحم يدير اللحم بحال. درت هنا نص دجاجه، غادي ندير لها، درت واحد جوج حبات ديال مطيشه صغار كوكين، كاس ديال الزيت النباتيه والزيت البلديه. عندي هنايا المعدنوس، عندي هنا التوابل، السكينجبير، الخرقوم، مليحه، البزار، عندي هنا البصله، جوج ريوس ديال البصله مقطعين. بغينا المريقه ديالها غادي تجينا نجيبوهم مدغمره شويه، زعما مخاتره ماشي المرقه ديالها جاريه. وغادي نزيد معها شويه الجلبانه، جلبانه خلاص راه معروفه. غادي نبداو نديرو التوابل ديالنا، غادي نديرو جوج ديال النفط طنجره الضغط، نحط عليهم التوابل، ديروا الزويته ديالنا باش داك الزيت البلديه كتزيدها واحد اللذه. مطيشه، كلشي دابا راه معروف. بغيت نشارك معكم الغداء ديالي وصافي، قلت علاش اللي ما نشاركوش مع الاخوات ديالي. صحاباتي ندير غير واحد كويس الماء، نخليها على مود تقلى شي شويه، شحرنا هاد البصيله وهاد الدجاج. ديروا هاد الكويس ديال الماء، شتغلي لنا ردوها تغلي ونولي نصوب معكم القرنينه. غادي نحط هاد الرويصات بوحدهم، هاد الريوس غادي نديرهم حتى للتالي حيت دغيا كيطيبو الرويصات هادو. هادو هما جوج رويصات اللي خليت هاد نصوبهم معكم، غادي نقلبوهم واش ما فيهم والو، هما فيهم حتى شي حاجه دقيقين اللي يكون مع داك التراب في الجذور ديالها. نحيدو لهاد القشيره هادي،
الا حسينا بشي لقينا شي طريف شارف ولا شي حاجه ما غيطيبناش نحيدوه. هي كتكون في يوم الربيع، بقيت الموسم ديال الربيع كتكون هي موجوده واكثريه ملي كطيح الشتاء بزاف. نحيدو لهاد الطريفات حتى هي كتسير بحالها بحال القناريه. نحيدو لهاد القشيره ديالها، هي كيكون فيها الشرفه اللي حبات شي حبات شارفين حيدوهم. اي حاجه في الموسم ديالها خصها تنسكل، لا من الفواكه ولا من الخضراء، اي خضراء كانت في وقتها خصنا ناكلوها، اي حاجه صحيه طالعه من الارض صحيه. كتشد اليد نقيتها في الليل، ما بغيتش نخليها حتى الصباح، كتشد اليد بزاف. انا ملي كنشريها كننقيها في الليل ولا هكا في العشيه نكون جالسه كننظفها ونقطعها كنجي نطيبها كنصيبها سهله. هي كتشد ليش اليد مزيان. الحيمة ديالنا ها هي كتقلى داك الكويس ديال الماء، خليها تزيد شويه وعاد نزيدوها الميه ديالها الكافيه ونشدو عليها.